بيتكلم عن كباتن نادي الزمالك وكيف كان التعامل معهم، وبرضو احنا ما بنقولش رأينا صح غلط، المعطيات مش بتاعتنا، انما بنرصد حالة كانت حاصلة. نطلع نسمع التقرير. على عكس الأندية المحلية والعالمية، يفرض الرعب نفسه على كباتن نادي الزمالك بمجرد الإعلان عن فوز أحدهم بحمل الشارة رسمية. يحسده الكثيرون على وضعه ومكانته الجديدة، بينما يظل هو شارد الذهن مهموما، وعندما نسأله عن السبب يجيب بنبرة حزينة: اقتربت نهايتي مع الساحرة المستديرة. هذا هو لسان حال جميع كباتن القلعة البيضاء في السنوات العشرة الأخيرة. لم يكن حال أيمن عبد العزيز آخر ضحايا شارة الكابتن أفضل بكثير من حال خالد الغندور ومحمد صبري ومدحت عبد الهادي وطارق السيد ممن سبقوه إلى نيل شرف الموت في رحاب الشارة. لم تشفع الألقاب والبطولات التي حصدها النادي تحت قيادة بندق له عندما اجتمعت كبار القبيلة البيضاء وأكدوا على ضرورة التخلص منه ليلجأ إلى الترسانة رغما عنه وينهي بها مشواره، وهو نفس ما حدث مع صبري. وجاء الدور على عبد الهادي أو مدحت قلب الأسد مثل ما كان يناديه جمهوره، والذي خرج هو الآخر من القائمة في وقت حرج للغاية وفي مفاجأة لم يكن يتوقعها أكثر المتشائمين وقتها. ولم ينجو طارق السيد من الفخ حديثا عندما أبلغه محمد حلمي المدرب العام الأسبق للفريق بقرار استبعاده من القائمة هاتفيا أثناء تواجده بالأراضي الحجازية لأداء العمرة، وطلب منه البحث عن ناد آخر بسرعة حتى لا يفوته قطار اللعب والاستمرار في الملاعب. وجاء أيمن عبد العزيز ليمثل آخر ضحايا الشارة بلا شك، بعدما شرب من نفس الكأس ووجد نفسه خارج أسوار ناديه بدون مقدمات أو إنذار سابق. بعدها اتفق الجميع على أن الشارة البيضاء هي بداية النهاية. تقرير مبدع، يعني أنا ما عنديش تعقيب للأمان على أي حاجة في التقرير، لأن التقرير هو بيعلق على نفسه وواضح. يعني أنا كان ناقص تكة وحبكة والله. يعني الشارة البيضاء هي بداية النهاية، كباتن نادي الزمالك ودي نهاياتهم مع نادي الزمالك، والناس بتتكلم عن نهايات لعيب النادي الأهلي الكبار مع نادي الزمالك. الحقيقة الفيديو ده يعني الواحد تردد أنه هو يعرضه، لأن بالفعل أنا تعاطفت مع الكابتن بشير التبعي اللي ما كانش كابتن، ولكن أيضا بعد ما جاء احتفلوا بيه وجابوه من قلب النادي الأهلي لما كان راجع من الاحتراف ولفوا بيه المدرجات، كانت النهاية برضو نهاية مأساوية. نشوف الكابتن بشير التبعي وهو بيتكلم عن نهايته مع نادي الزمالك. مفيش ثلاث دقايق بعد ما قفلت معاه الكابتن محمد حلمي بيكلمني بيقول لي: ازيك يا بشير، عامل ايه، اخبار والدك ايه، الف سلامة عليهم. قلت له: الله يسلمك يا كابتن، شكرا على سؤالك، خير يا كابتن. قال لي: مفيش، احنا قررنا ان انت ما انتش معانا. قلت له: انتوا مين اللي قررتم؟ قال لي: احنا ومجلس الاداره. قلت له: مجلس الاداره مين؟ ممدوح بيه عباس بره، مسافر بره، مش عارف بيجيب لعيب ولا بيجيب مدرب، يعني جهاز فني؟ مفيش جهاز فني، انتوا مين؟ قال لي: والله هو ده قرار وانا ماليش دخل فيه. يعني ما استناش لما يقعد معاك كمان خالص اطلاقا يعني. لكن لو شفت رئيس النادي وانا بمضي عقدي في اسبانيا بيكلم في التليفون عامل ازاي، زي ما اكون كان واقف على جمره نار، مضى ما مضاش، الحكايه الروايه. والاهلي مش كان بيتفق معاك؟ ما هو انا بتكلم هون متفقين، لكن انا فضلت يعني احترام كلمتي مع نادي الزمالك وحاجات زي كده، بالرغم ان احنا بداناها او البدايه ما كانتش كويسه معاهم لما ادوني شيك ورحت اصرفه وقفنهولي وحاجات زي كده، فده كان قراري ان انا اروح للنادي الاهلي انتقاما منهم وكده. لكن بسبب تدخل بعض الشخصيات ومنهم خالد الغندور، يعني مع احترامي، اللي جه قدام شقتي والله العظيم كده اتحاسب على الكلام ده، ونام واغمى عليه وقال لي مستقبله هيضيع والناس هتفقد مصداقيتي وهمشي من الشغل بتاعي وهترفض وعيالي والكلام ده كله. يمكن يعني مراتي قالت لي: حرام اللي بتعمله في دون، اسمع كلام الراجل دوت، حرام عليك، تعب معاك الراجل ده. فالناس دي كلها دلوقتي انا عايز اعرف الناس دي كلها دهنت وشاس واتبخرت. يعني خالد الغندور ما بيكلمش، ما كلمنيش، ما وقفش جنبي، ما عمليش حاجه. عايز اعرف فين خالد الغندور دلوقتي. انا متعود عليك انك راجل عندك جلد وراجل راجل بمعنى الكلمه. انت اكبر من الكلام ده كله يا كابتن. اي حد ممكن يمشي مفيش مشكله، وممكن ابطل، بس ما امشيش بالطريقه دي خالص يا كابتن. ما امشيش بالطريقه دي عشان واحد زي محمد حلمي ده يمشيني كده ليه يعني؟ عشان ايه؟ مع احترامي لاي حد، ايه تاريخ محمد حلمي في نادي الزمالك يعني؟ انا مش بغلط في النادي، انا بحب نادي الزمالك، ودلوقتي بقول لو هشتغل يعني بواب او عامل امن في النادي. لا انت كرامتك كرامه اي حد. لا انا بحب النادي، انا اقبل على نفسي اي حاجه في النادي عشان بحب النادي ككيان. ليه انا امشي بالطريقه دي وانا ثالث او رابع كابتن بالطريقه المهينه دي؟ مفيش مشكله ان انا امشي ومش عايزني، بس لازم يعني كنا نقعد مع بعض
يعني واقعد مع حد محترم يقول لي احنا مش عايزينك او اي حاجه، يعني نشوف طريقه زي الانديه الثانيه، لكن بالطريقه دي يعني انا يعني زميلنا في الاعداد شادي صبري له حصريات صعبه. الكابتن بشير التبعي بدون تعليق بيسال يا فارس الكابتن خالد الغندور اللي جاء تحت البيت وكان اغمى عليه هو فين؟ هنرد كابتن خالد الغندور هو فين لما نسمع كابتن خالد الغندور نفسه تقييمه للنهايه كان عامل ازاي. نطلع ونشوف الفيديو. خالد يا غندور بعد اذنك يا كابتن خالد، ما انت المفروض ما تزعلش يا كابتن خالد من بشير، لان انت عارف ان بشير طبعا محطوط في موقف. طارق انت عارف انا بحبكم قد ايه، ربنا يخليك يا كابتن. والله العظيم يا طارق، والله العظيم اقسم بالله انا اكثر واحد حزين ان انتوا الاثنين مشيتوا من النادي، واكبر غلطه نادي الزمالك عملها وقبل كده وائل الاباني ومحمود محمود، انتوا مشيتوا، ودي اكتر حاجه مضايقاني، ولان انا حسيت بيها. انا لعبت اكتر منكم يا طارق وبشير في طيب الزمالك. خالد انا عاوز اسالك سؤال يا خالد. ومشيت ماشيه وحشه جدا. طيب خالد مشيت ماشيه وحشه جدا. مشيت ماشيه وحشه جدا، يعني طب فين الكلام ده دلوقتي؟ راح فين الكلام ده؟ كابتن خالد الغندور نادي الزمالك مرضاش يقيده في القايمه وفضل قيد كابتن رضا سيكا، وبعدها كابتن خالد الغندور قال ده الاحتراف، انا ممكن انهي في نادي تاني. وفي حوار ليه مع المصري اليوم للشرق الاوسط، جريده الشرق الاوسط كان بيتكلم فيه عن الحوار ده، طبعا اهو موجود مصدر عشان لو كابتن خالد طبعا بيحب يشكك في المعلومات دايما. معلومات ايه ده؟ صوت وصوره لمجرد تشكيك. لا كمان موضوع القيد بقى مش موجود هنا. فطبعا الوثيقه اهي موجوده، لكن المهم هنا نتكلم فيه. احنا ما بنلومش نادي الزمالك على فكره، نادي الزمالك شايف مصلحته الفنيه انه كان ما يقيدش كابتن خالد، ده شان فني، ولكن يا كابتن حضرتك شفت بالوضع ده ونادي الزمالك وما بتتكلمش دلوقتي، ولكن انت بتشوف بالنسبه للاعبين ثانيه او نادي الاهلي مش من حقه يقيم التجربه او يقرر ايه. اعتقد يا كابتن خالد ويا كابتن ايمن عبد العزيز ويا كابتن رضا خليتونا نطلع من الماضي، وما شاء الله شادي صبري زي ما انت قلت حاطط اللوجو، انا مش شايله يعني مش شايله، ولكن لسه برضو عندنا كمان. عجبتني يا كابتن خالد. يا كابتن خالد. كابتن خالد. كابتن خالد طبعا يعني مش ماشيه وحشه، ولكن عندنا الكابتن احمد حسام ميدو اللي كان بيتكلم عن ازاي النادي الاهلي كرم الكابتن حسام غالي والكابتن عماد متعب، يتكلم عن هو فكره نهايته مع نادي الزمالك كانت ايه. نطلع نشوف الفيديو للكابتن احمد حسام ميدو. كل لعيب فينا معرض لارتفاع مستواه وهبوط مستواه، لكن انت تتعاقد مع نادي فالنادي ملتزم بالتعاقد معاك. تمام. فالنهارده ايا كانت ايه ظروفك ان انت يهبط مستواك او تتعرض للاصابه او لا قدر الله بطل كوره، مش معنى كده ان اذا مبدا مجلس الاداره او مبدا النادي ان هو ما يدفعلكش فلوسك عشان انت مش محتاج او عشان انت ما لعبتلوش. تمام. ميدو في ناس بتقول امثله كثيره بلعيبه، اديك امثله كثيره بلعيبه جوه نادي الزمالك ما لعبتش في السنين اللي فاتت وحصلت على مستحقاتها كامله. دي نمره واحد. نمره اثنين، ما ينفعش يا كابتن خالد ان انا ابقى راجل النهارده احد كباتن نادي الزمالك وكل الحمد لله الكوره اللي انا لعبتها دي، وان انا لما اكون متواجد في مكتب رئيس النادي الخاص وهتكلم معاه ان هو يطردني بره مكتبه. انت كنت جاي بتعرض عليه مشاريع هتجيب دخل للزمالك حوالي 10 مليون جنيه. دخل نادي الزمالك ب 10 مليون جنيه في خلال شهر، مش معنى ان انا اتطرق لمستحقاتي ان رئيس النادي يطردني بره مكتبه. تبدو تظل قيمة الكابتن أحمد حسام ميدو لدى جماهير النادي الزمالك خاصة، هم بيسموه العالمي. والحقيقة الكابتن أحمد حسام ميدو بكثير جدا من تصريحاته بيكون فيها المصداقية، لكن شوف هو كان بيتكلم عن كابتن حسام غالي إزاي والكابتن عماد متعب إزاي والنهاية مع نادي الزمالك، وهو في نهايته مع نادي الزمالك رايح يعرض على نادي الزمالك مشاريع ب 10 مليون اتطرد من المكتب. مش كده وبس، هو لحظة الخروج النادي بيحددها زي ما هو عايز، مفيش مشكلة، ولكن احنا مفيش أي مواقف حكينا فيها كان فيها هذه أو هذا الانتقاص من اللاعبين بالشكل ده، ولكن عندنا برضو لسه كمان نشوف كابتن خالد الغندور وهو بيتكلم عن باسم مرسي. كان بيقول باسم مرسي قال ايه؟ باسم كاتب على انستجرام: شكرا نادي الزمالك، شرف ليا ان انا كنت لاعب داخل القلعة البيضاء وان انا ما اتخاذلتش وما قصرتش في اداء واجبي طول الفتره اللي فاتت، وقضيت موسم ونص من افضل مواسم حياتي. مش عارف هو باسم يعني خد القرار يعني ولا مش فاهم. هو باسم عنده شرط جزائي في عقده، ممكن يمشي بالشرط الجزائي، لكن في النهايه هو كده فاكر ان هو بيكسب. بالظبط. للاسف يا حسام احنا اتعلمنا وكبرنا هو كده بيخسر مش بيكسب.
بيخسر جمهور الزمالك اللي هو بيحبه. لازم يعني يقدر يكون عنده ثبات انفعالي. كاتب: بعد إهانة أسرتي وبعد إهانة عائلتي هذا أنسب وقت للاحتراف. هو شكله هو عايز دماغه للاحتراف. الكلام هنا مش لباسم مرسي ولا الكلام هنا لنادي الزمالك، الكلام هنا الكابتن خالد الغندور. والتناقض الواضح بين التعامل مع ملفات في النادي الأهلي وطريقة تقييمه ليها وطريقة فكرة تسخين اللاعب أو فكرة إن اللاعب ظلم، وعلى النقيض خالص فكرة الشخص اللي بيتكلم في أهمية قرار نادي الزمالك والنادي الزمالك ما ظلمش حد وكابتن باسم مرسي. أعتقد الغرض دائما ما يكون شكل من أشكال المرض. الأصعب فارس من الكابتن خالد غندور إن هو بيقول له أنت كده هتخسر جماهير نادي الزمالك، يعني عايزه يتقبل الإهانة والسب بالوالدين ويكمل عادي. أعتقد عندنا لعيب محترف رفض إن هو يكون حتى قال أنا مش لاعب مصري. تشوف فيديو الكابتن محمد كوفي ونرجع تاني. لكنني أعتقد أن الجرح الذي حدث لي من الزمالك كان كبير، الاعتداء إنه كلمة كبيرة، إنه بالفعل قام بإلقاء الماء على وجهي، وقلت له مع كامل احترامي لك سيد الرئيس فأنك كأب لي فأنا أتقبل ذلك، ولم يكن مسرور وأنني لا أستطيع أن أرد عليك لأنك في سن أبي، وقمت بمسح المياه وقلت له أنني أمام الله أعتقد أنك مثل أبي وأنني أسامحك. وعندما قالوا أنه هرب أنني هربت وأنني زورت جواز سفر، لكنني لم أرحل بهذه الطريقة إلى بوركينا فاسو بهذه الطريقة. لقد أخبرت الجميع، قلت لهم جميعا عندما لا أكون مسرور فأنني لا ألعب كرة القدم، لكن عندما أكون سعيد وراضي فأنني أستطيع أن أمزق جسدي لصالح النادي. أن كوفي ليس الشخص الذي يهرب من أرض الملعب، أن لست شخص سيء، ولكن لا تقولوا أنني شخص سيء وأنني لست في فورمة اللاعب الآن وكل هذه الأشياء التي قيلت. أنا قلت أنني لا أستطيع أن أستمر هكذا، قلت لهم إن أردتم أن أستمر بادلوني الاحترام فأنا أحترمكم. بادلوني الاحترام فأنا أحترمكم. محمد كوفي بالمناسبة كان أيقونة عند جماهير نادي الزمالك في الفترة اللي لبس فيها تشيرت نادي الزمالك، وكانوا بيعتبروه كلاعب مقاتل، بيعتبروه زي ساسي حاليا كده، أنه هو مولود في نادي الزمالك بتشيرت نادي الزمالك، وفي النهاية الراجل طالب الاحترام والإعلام ما بيعقبش. وكابتن رضا مش واخد باله، بيتكلم عن نهايات حسام عاشور وحسام غالي وعماد متعب، خايف تقرب من ناحية النهايات دي يا كابتن رضا؟ طبعا خايف يا احمد، ولا يبرر شيء غير الخوف، وان بقى في شكل من اشكال الاستسهال الاعلامي للنادي الاهلي، وده اللي احنا واقفين عنده. وزي ما قلنا مشكلتنا مش علاقه اللاعبين بالزمالك شان خاص، ولكن مشكلتنا تناول الإعلام. هو التناول الاعلامي والتناقض الواضح، ان الناس بتسن سنانها وبتسن سكاكينها على النادي الاهلي في امور واضحه جدا ان هي كمان نفسها مغالطات. بس كمان زي ما رحنا معاكم للاعبين اجانب ولاعبين مصريين، كمان نرجع بالزمن شويه ونشوف كابتن علي خليل احد نجوم نادي الزمالك قال ايه. كل لعيبه النادي اتعمل لهم اعتزال، وانا عشان قال لك ده يا عم ده لو كان بيحب النادي الكره اللي جابها جون دي وراح قال للحكم الكره مش جون. انا قلت الحق، وما انا اقول الحق ده شيء جيد للنادي، ما يوقفوش ضدي. قال لك لا انت يا عم لو كنت بتحب النادي كنت قلت الكره جون. وقابلت الكابتن فاروق جعفر والكابتن اسماعيل يوسف واتكلمنا لازم تيجي النادي. قلت لهم يا جماعه انا واخد قرار من الاول او من يوم ما مشيت انا مش هرجع نادي الزمالك الا اذا نادي الزمالك كرمني. جريت الاخبار كرموني احسن تكريم. الكلام ده اخترته في نقطتين، في نقطه كمان مهمه، ان لما النادي الاهلي بيبقى عنده واقعه مبادئيه بيفخر بيها دايما والجمهور يزهو بيها، بتكون دايما متكامله لاعب واداره وجمهور. هنا كابتن علي خليل بيقول ان ما تعملوش تكريم ولا مباراه اعتزال وتعاقب عشان الكره احمد اللي راح اعترف للحكم ان هي من بره، يعني اساسا ده بينسف اي حاجه تخص نادي الزمالك في ان هو يقدر يزهو او يتكلم ان الواقعه دي اخلاقيه احنا فخورين بيها، لان النادي نفسه اللاعب صاحب الواقعه بيقول انه تعاقب على امانته في النقطه دي. طبعا كابتن علي خليل موقفه يفضل تقدر تشيد بيه، وان كان برضه في ملابسات حكيناها قبل كده
ولكن الخاص بالنادي هو بيقول ان هو عوقب على ده وما تعملوش تكريم ولا مهرجان اعتزال. يعني مش بس المشكله في القرار، لا كمان فيما يخص الواقع اللي قبله نفسه. لا هو كمان الكابتن علي خليل كان حكى عن فكره نهايته وخروجه ازاي من نادي الزمالك، ان كان جاي له شركه في الامارات ونادي الزمالك رفض يسفره فراح على السودان بالبطاقه وسافر. الاهم ان هو الشخص اللي قال له جايب لك عقد من الامارات عرف بعد كده الكابتن علي خليل ان هو اللي كان بعته الكابتن حلمي زموره بفكره ان احنا نخرجك من نادي بدون ضغوط جماهيريه، لان بالفعل ضغوط الجماهيريه كانت صعبه جدا على كل مسؤول في نادي الزمالك في الثمانينات وما قبل. اي رئيس في نادي الزمالك كان بيعمل حساب جماهير نادي الزمالك بشكل كبير جدا. يمكن كمان اتعلموا من الماضي، لان الكابتن حماده امام اللي اتعمل له بص شوف حماده بيعمل ايه من جماهير نادي الزمالك، واتعمل له اول رابطه من مشجعين للاعب في نادي الزمالك هو الكابتن حماده امام اللي جابته طياره هليكوبتر يلعب مباراه اشبال، قيمه كبيره جدا عند نادي الزمالك. وفي النهايه زي ما الاخبار قالت المصر الرياضيه قالت قلشوا حماده امام. كابتن حماده امام خرج من القايمه، وزي ما حضراتكم شايفين المساء الرياضي قلشوا حمادة امام، الزمالك لم يقيده ضمن ال 22 لاعب. ورد عليهم الكابتن حمادة امام سألعب لنادي كبير وسأعود الى الملاعب احسن مما كنت، اكلوني لحما ورموني عظما. ده الكابتن حمادة امام نجم كبير وتاريخ عظيم مع نادي الزمالك، وفي النهايه تم النهايه بالشكل ده. والحقيقه ان جماهير نادي الزمالك وقتها عملت مشاكل كتير جدا وشغب كتير جدا وهاجمت بالفعل النادي، لدرجه ان النادي كان عنده مباراه وديه مع الاتحاد السكندري في التوقيت ده نقلوها خارج ملعب اللي هو حلم زموره حاليا لارتباط الجماهير بالكابتن حماده امام اللي اتصدم من الجمعيه العموميه في انتخابات الجمعيه العموميه صدمه اخرى بعد صدمة مجلس الإدارة. ده كنا بنلقي نظرة على تاريخ تعامل اللاعبين من خلال الأندية والتناول الإعلامي الحالي بفكر تشبيه النادي الأهلي أو تصوير النادي الأهلي هو النادي الأشر مع نجومه مع لاعبيه، برغم أن الوضع مختلف تماما. فارس جبنا من الوقت الحالي لكمان للتاريخ، لكن على ذكر الكابتن حمادة أمام أعتقد أنت محتاج تروح لحد غير كابتن حمادة أمام برضو من نفس العائلة. بالضبط، نروح ونشوف الفيديو لكابتن حازم امام وهو بيتكلم عن علاقته بنادي الزمالك. نفسي انا خلاص انا مش هلعب في نادي الزمالك، انا بطلت كوره في نادي الزمالك اللي يعني كتير اللي بيحصل فيها بصراحه. بنقول انك انت نجم جماهير نادي الزمالك. ولا نجم ولا حاجه يا راجل، نجم بيحصل فيه الكلام ده حاجه بهدله يعني. برضو الجمهور هنا كان حقه يشوف كابتن حازم مفيد ولا لا، وكانت الاداره حقها تاخد قرارها، ولكن حد بيتكلم في ده دلوقتي؟ لا، بيتكلموا في صورة معينة والله العظيم عايزين يزرعوها جوه عقل المتلقي ويسيبوا 100 حاجة حصلت الجمهور ممكن ينساها عشان يوصل انطباع معين وأهداف معينة في منتهى الخطورة اللي محدش ممكن يتصورها. بس اطمن، الصورة اللي بيحاولوا يزرعوها في لاعبي الأندية الأخرى أو لاعبي النادي الأهلي في التجديد وما شابه اتزرعت داخل أحد كباتن ورموز نادي الزمالك ونجم النجوم في الألفية الجديدة هو الكابتن شيكابالا، لدرجة دفعته أنه يفكر أنه ينهي مسيرته في نادي آخر. نشوف كابتن شيكابالا بيقول إيه. شيكا إمتى ترجع لنادي الزمالك؟ لا دلوقتي الفترة دي لا مش هينفع خالص. بعد السعودية ممكن إيه مكان اللي تلعب فيه التاني؟ لا بعد السعودية أبطل خلاص، ممكن أبطل في الإسماعيلي. في الإسماعيلي؟ حبيت الإسماعيلي لما لعبت فيه؟ طبعا. ايه اللي حسيته مختلف طيب يخليك تقول الكلام ده؟ لا هم نادي ناس بتحب الكوره بس، يعني هم ناس عايشين على الكوره. ده طبعا الكابتن شيكابالا قبل ما يرجع لنادي الزمالك الفتره الاخيره كانوا انتوا بتحاولوا تزرعوا الصوره دي في فرق لعيبه الفرق الاخرى ونجوم النادي الاهلي اثناء التجديد عشان النهايات. الكابتن شيكابالا نفسه كان باصص على صوره الكباتن اللي عرضناها في التقرير والصوره التاريخيه اللي عرضناها حاليا، فكان بيتمنى ان هو ينهي في نادي الاسماعيلي وهو ايقونه عند جماهير نادي الزمالك برغم انه كان هيوقع للنادي الاهلي او وقع بالفعل. هي دي بقى، كان هيوقع للنادي الاهلي قبل كده في مشادات بينه وبين الجمهور، تصريح ان هو ينهي في نادي غير الزمالك. اعتقد دي علاقه جمهور الزمالك تجاوز فيها عن حاجات حقه، ولكن جمهور الاهلي عشان هو زي ما بنقول دايما جمهور مبادئي وبيقف عند لقطات معينه، كابتن عصام الحضري كابتن ابراهيم سعيد وغيرهم، كان جمهور الاهلي له موقفه، كل جمهور له تفكير وله سياسه، ولكن احنا عندنا حاجه عندنا رساله للاعلام نفسه ان احنا بنقول لكم تشكيل لنادي الزمالك عبر التاريخ
من النهايات الغير سعيده لكباتن نادي الزمالك زي ما عماره مستعرضه على الشاشه، من اول عبد الواحد السيد، طبعا كلهم كباتن، ايمن عبد العزيز، بشير التبعي، وكابتن خالد غندور، محمد ابراهيم، رضا عبد العال، حازم امام، طارق السيد، والثلاثي الامامي الكابتن عبد الحليم علي، كابتن احمد حسام ميدو، الكابتن علي خليل. جبنا من كل الحاضر والماضي والمستقبل كمان، لكن عايزين نوضح للاعلام شوفوا بعينيكم الاثنين، ومش بس كده، لازم تكون الصوره واضحه والرؤيه واضحه عشان ما ينفعش كمان تدعي نهايات غير سعيده، والحقيقه ان اللاعبين بعضهم او معظمهم شايفين ان النهايات سعيده وبيتم تكريمهم، وزي ما شفنا كابتن حسام غالي والكابتن عماد متعب والكابتن حسام عاشور والكابتن بركات بالظبط والكابتن ابو تريكه والكابتن وائل جمعه، كلهم ناس كتير نهت وتعينت في النادي الاهلي، والتعيين مش هو بس الوسيله الوحيده للتكريم، لا، المعامله المحترمه، واعتقد وضحت الصوره ووضحت الرؤيه تماما، ولعبوا غيرها في اخر حلقتنا النهارده. لازم نشكر فريق الاعداد اللي بذل مجهود كبير معانا، شادي صبري، رضا غانم، احمد الغمري، وطبعا مخرج العمل محمد عماره، ونشوفكم ان شاء الله، ودايما الاهلي خط احمر. سلام.